الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار شديد إن شاء الله في 5 دقائق أو 6 دقائق أذكر نفسي وإياكم بعبادة عظيمة من أجل العبادات ونحن في أمس الحاجة إلى القيام بها وخاصة في هذه الأيام، وهي عبادة الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم: عنوان السعادة 3، إذا أعطي العبد شكر، إذا أعطي العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وقال الله تعالى في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر الله الحرير بعد ذكره للجنة وبعد ذكره للصبر، لأن الصابر يجد خشونة في الدنيا فيصبر، والحرير فيه النعومة، فلما صبر على خشونة الدنيا على هذه الخشونة جازاه الله بالحرير. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: والله يحب الصابرين. شوف النصوص دي، الزول اللي بيصبر بيكون سعيد. ليه بيكون سعيد؟ لأنه بيكون فائز في القيامة، يوم القيامة بيكون من الفائزين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. والزول الصابر يوم القيامة أجره عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والزول الصابر الله بدخله الجنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. والزول الصابر الله بعينه في الدنيا، بيكون معه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين يعني بتأييده وحفظه وإعانته سبحانه وتعالى. والصبر العلماء قالوا على 3 أقسام: صبر على طاعة الله، العلم دار صبر، العمل بالعلم دار صبر. مش كيف في سورة الكهف الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لأن العلم دار صبر، وتعمل بالعلم دار صبر، لأن النفس دي عندها أهواء، لأن الشيطان بيجي يوسوس لك، فكون تخالف النفس والشيطان وأصحاب السوء وتعمل بالعلم دي دار صبر. وكونه الزول يدعو إلى الله تعالى دار صبر. المجتمع إلا من رحم الله بيتبع الأهواء، والزول الداعي يبقي بينه بين الناس، بين الناس وبين أهوائهم. الغنى يقول لهم حرام، حفلات ماشين تلقاهم يشربوا خمرة ينصحون، واحدين يتبركوا بتراب ينصحون، مرة تعتر يا شيخ فلان الحقنا ينصحها، واحد تقول له كذا وكذا، دارين صبر. شكذ الإقمال الحكيم قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر.
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. النوع الثاني من الصبر الصبر عن معصية الله، يعني المعصية تتهيأ لك وإنت تصبر، شغال في مكتب وممكن تختلس قروش وتلخبط الورق وزول ما يعرفك وهذه القروش قدامك وإنت دايرة، تقوم تصبر تترك لله سبحانه وتعالى. مسلسلات شغالة ناس بيحضروا إنت تقوم تبعد منه تقرأ قرآن، دايرة صبر الشغلة. ناس ماشوا حفلة وشباب ويرقصوا إنت بعيد تسمع في المحاضرات، ما زال دايرة صبر، دايرة الزول يكون جلد صبور قوي. النوع الثالث والأخير الصبر على المصائب، مصائب في فقر في جوع في عطش في تعب في غيره من الأشياء. شكا الله سبحانه وتعالى قال كذي في القرآن، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن السماع وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.